وسجل قطاع الرعاية الصحية الأولية في الضلوعية إقبالاً شديداً على تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، ما يدل على زيادة وعي الأهالي بمخاطر هذا الوباء وتفشيه بين المجتمع. المزيد في تقرير الزميل جاسم الأبو جاسم. تمتاز الضلوعية والمناطق المحيطة بها بثقافة صحية ووقائية متميزة، جعلت من أبنائها التوافد إلى منافذ التلقيح ضد فيروس كورونا المتجدد، وذلك للحد من انتشاره، مع وجود لمؤشرات بإصابات سجلت في المنطقة ومتابعة من قبل الجهات الصحية والرقابية ومن ذوي المصابين. كان الإقبال شديد، وإقبال الناس باللقاحات، والحمد لله الأمور طيبة، والمنفذ مقدم خدمة للمواطنين، والحمد لله ماكو أي خلل من أي جهة. إقبال الناس هو الوعي الصحي وخوفهم من جائحة كورونا. منفذ الضلوعية مستلم حصة كاملة وموجودة حصة جاهزة لمركز صحي البجواري المنفذ، بس ننتظر الأمر الإداري من دائرة صحة صلاح الدين. نتيجة للتزاحم وللحد من الإصابات من خلال ذلك، طالب أبناء الضلوعية فتح مراكز أخرى ضمن القاطع، وذلك لسعة الرقعة الجغرافية ولشمول عدد أكبر من المراجعين باللقاح، كون أغلب الفئات المشمولة هم من كبار السن، مع تأكيد الجهات الصحية في القضاء على توفير اللقاح ومن أغلب المناشئ العالمية. العمل مستمر وانسيابية جيدة، بس ازدحام أكثر، المراجعين أكثر من الكادر الموجود. مركز يعني واحد فوق بالمركز الناحية، وهذا المركز حتى يغطي كل المنطقة. دعوهم يقبلون للتلقيح بأسرع وقت ما يمكن، لأنه الوقاية خير من العلاج. نشكر الجهات اللي فتحت هنا بالمركز صحة الضلوعية الرئيسي منفذ لأخذ تطعيم كورونا. نطالب دائرة صحة صلاح الدين بفتح أكثر من منفذ لأخذ تطعيم لقاح كورونا، كون الناس لديها إقبال شديد لأخذ هذا اللقاح، ولديها وعي باتجاه هذا المرض، ولديها التزام أيضا بخصوص الوقاية وكذلك أخذ التطعيم لمجابهة هذه السلالة الجديدة أو السلالة الثالثة من فيروس كورونا. ويبقى شعار الأغلبية اللقاح أهون من الرقود أيام على الأسرة البيضاء. لقناة صلاح الدين الفضائية، جاسم أبو جاسم، الضلوعية.